وللحديث حول زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سعادة السفير، زيارة هي الأولى للرئيس المصري منذ إعلان استقلال أرمينيا، كيف تقرأ توجه القيادة السياسية لتوطيد علاقاتها بدول آسيا الوسطى؟ بكل تأكيد البحث عن شراكات جديدة لمواجهة التحديات والتحولات الإقليمية الراهنة وحالة الاضطراب السياسي الدولي تستدعي أن تسعى مصر دايما لتعزيز شراكتها وتنويع مصادر التعاون في إطار جيوسياسي واقتصادي هام جدا، وتحقيق مكاسب أيضا للاستثمار. ففي أذربيجان أمن الطاقة كان ملفا هاما وحاضرا، ريادة الأعمال والتعاون على الصعيد الاقتصادي. أما أرمينيا فلنا بها علاقات خاصة منذ القرن 19، فتجد أن أول رئيس وزراء لمصر كان من أرمينيا نوبار باشا، وأنا أعتقد صحيح أن إحياء هذه العلاقات، وكانت مصر أول دولة عربية اعترفت بأرمينيا بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وأظن أن دوما هناك علاقات ثقافية تاريخية تعليمية أسهمت فيها الجالية الأرمينية بالعديد من الإنجازات وحققت الكثير من النجاحات أيضا بفضل هذه العلاقة. وأنا أظن أن الدعوة لاستئناف حركة السياحة بين أذربيجان ومصر من خلال ربط باكو بشرم الشيخ أو بالقاهرة هي أيضا لتشجيع السياحة. أما أرمينيا فلدينا مع هذه الأواصر التاريخية وتنويع العلاقات، وأيضا لمصر دور هام تستفيد من خلاله بهذه المكانة صحيح التي تحظى بها في أرمينيا ويحظى بها السيد الرئيس بحكم الحياد الذي كانت تتبعه دوما في الخلاف الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ. وأعتقد أن مسارات السياسة الخارجية المصرية بالتركيز على منطقة الكومنولث ودول آسيا الوسطى هو أمر هام جدا. لدينا علاقات وطيدة داخل الاتحاد الأوروبي بمجموعة فيشغراد على سبيل المثال، دول شرق وسط أوروبا. لدينا صحيح الآن أيضا علاقات وطيدة بدول منطقة الكومنولث وآسيا الوسطى. كل الدول تسعى لتحقيق مكاسب، خاصة وأن هذه الدول هي دول غنية وثرية ولدينا معها أواصر تاريخية وطيدة، وللأزهر الشريف دوره أيضا في أذربيجان، ولدينا صحيح جالية مصرية أرمينية هامة جدا، ولدى الجانب الأرمني يعني نوع من التوافق الثقافي والحضاري والمسعى المشترك صحيح لتحقيق يعني سعادة السفير يعني العلاقة. من باكو إلى إيريفان، يعني الجانب الاقتصادي وأوجه التعاون الاقتصادي حاضرة بقوة، ربما تكون هناك اتفاقات اقتصادية واستثمارية. ما المرتقب غدا من القمة المصرية الأرمينية برأيك؟ أنا أعتقد التواصل بين مجتمع الأعمال في الجانبين وربط العلاقات باتفاقيات مشتركة في كل المجالات، سياحة، طيران، صناعة، تجارة. أعتقد بدءا من الهند قدم السيد الرئيس في مستهل جولته مصر كفرصة استثمارية واعدة، وفي قطاع النفط والغاز في أذربيجان خبرة مكتسبة، ولديهم أيضا حركة سياحة خارجية هامة لابد من تشجيعها ولعل خطوط الطيران بداية. أما أرمينيا وروابطها التاريخية فهي مؤهلة لإطلاق مكاسب استثمارية وريادة أعمال وتعزيز شراكات مصر في مرحلة تضطرب فيها أسواق النفط والغاز، تضطرب فيها سلاسل القيمة الغذائية صح، وتتعدد فيها الضغوط والاستقطابات، وبالتالي تحقيق التقارب مع دول وسط آسيا والكومنولث بالإضافة بالطبع للهند الدولة العظيمة التي ارتبطنا دوما بها تاريخيا وهي رئيسة مجموعة العشرين، ودعت مصر كذلك، ليس فقط أنها دعت مصر والسيد الرئيس ضيف شرف حفل يوم الجمهورية الهندي يوم وضع دستور الهند عام 1950، ولكنها أيضا التقت بمصر على مستوى الاستثمار ورجال الأعمال صحيح وأفق واسعة تجمعنا الآن بدول الشرق، سواء كنا نتحدث عن الصين أو الهند أو نتحدث شرقا أيضا عن القوقاز وأقليم آسيا الوسطى. لدينا تنوع في العلاقات الخارجية، وأنا أظن نضع الآن من خلال هذه القمم مسارات جديدة للسياسة الخارجية المصرية على صعيد القمة التي ترسي دعائم هذه العلاقات.
سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.